مستعد عبد الحكيم المدير الإقليمي وزارة الصحة بعملية مراكش. اليوم يعني تنبداو المرحلة الثانية من العملية ديال التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، واللي كتهم يعني الجرعة الثانية من اللقاح لفائدة الساكنة اللي كانت استفدت من اليوم الأول ديال الحملة الوطنية، مع يعني تزايد يعني الفترة ديال الحملة الوطنية وتقدمها، مع الإدخال ديال فئات جديدة من المستفيدين من اللقاح، لاحظنا بأن هذه الأعداد يعني بدات كتكبر، وبأنه ولات الضرورة يعني لتوفير المساحات والمحطات أخرى لاستقبال الساكنة. بما أنه يعني كان هذه الأعداد تتزايد، كانت التعليمات ديال السيد ولي الجهة، ولي جهة مراكش الأسفي، وبالتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة يعني تم يعني الافتتاح ديال جوج ديال القاعات مغطاة لاستقبال مزيد من المستفيدين من هذه العملية، خصوصا بأننا وصلنا الآن للفئات السنية اللي كتبلغ ما بين 60 و 64 سنة، كذلك الناس اللي عندهم أمراض مزمنة كيف ما كان السن ديالهم. هاد الأعداد يعني كان القرار والتعليمات ديال السيد الوالي المحترم بأنه وضعوا هنا إشارة للمواطنين محطات جديدة للتلقيح، وفي هذا الإطار تم افتتاح ديال هاد جوج ديال القاعات، الأولى اللي كانت تواجدوا فيها الآن اللي هي قاعة مولاي رشيد بالحي المحمدي، بالإضافة إلى القاعات ديال المحاميد اللي تستقبلوا جوجهم يوميا للمستفيدات والمستفيدين من اللقاح. وبالافتتاح ديال هاد جوج ديال القاعات استطعنا باننا نوفروا ظروف احسن لاستقبال المواطنات والمواطنين، سلاسه في العمل، تحسين ظروف الاشتغال بالنسبه للاطر الصحيه، ولكن كذلك الرفع من عدد المستفيدين من اللقاح، بحيث كيف ما لاحظتوا بانه هاد القاعات فيهم يعني ازيد من 11 يعني فريق ديال التلقيح، وهما يمكن من بلوغ ديال واحد العدد يعني ديال المستفيدين بالنسبه للقاعات بجوج اللي تقدر يوصل حتى ل 4000 مواطن ومواطنه يوميا. بطبيعه الحال لانه الاستراتيجيه الوطنيه للتلقيح والمخطط الاقليمي كذلك اللي توضع قبل بدايه العمليه خدا بعين الاعتبار العدد الاجمالي ديال الساكنه اللي غادي يكون مستهدف باللقاح، خذا كذلك بعين الاعتبار بانه غادي يكون واحد التطور تدريجي ديال هذه العمليه، ادخال فئات جديده من المستفيدين. لهذا كان لابد بانه يكون يعني داك التشغيل ديال المحطات بالتدرج، ولكن كذلك حتى الاطر الصحيه اللي غادي تدخل في الحمله وغتساهم فيها كنا كندخلوهم يعني باعداد متزايده. لهذا الان حنا مازال ما وصلناش يعني الطاقه يعني الاجماليه يعني القصوى اللي غادي نشتغلوا بها، لانه مازال يعني نتوجهوا فقط لواحد الفئه، واحد الشريحه من الساكنه، ولكن مع تقدم الحمله بطبيعه الحال سيتم اشراك اطر صحيه اخرى باش يكون قد يعني الاعداد اللي كتتوافد عندنا قد العدد ديال الاطر الصحيه. اليوم تنشتغلوا ب 114 فريق ديال التلقيح، ولكن بطبيعه الحال في الفتره المقبله سيتم تعزيز الاعداد ديال هذه الاطر الصحيه باطر اخرى باش تكون استجابه مناسبه لهذه العمليه. يعني انا بغيت نستغل الفرصه باش نتحدث من هذا المنبر ديالكم وننوه بالسلوك تاع الساكنه تاع مدينه مراكش وديال عماله مراكش اللي منذ البدايه تاع الجائحه بينوا على واحد روح المسؤوليه وواحد الوعي كبير جدا، ويعني استجابوا النداءات اللي كانت كتوجه لهم من اجل تقيد واحترام الاجراءات الاحترازيه اللي سنتها السلطات المختصه،
واستطاعوا بهذا السلوك ديالهم يعني اللي في المستوى العالي بانهم يساهموا في الجهود ديال الدوله ديالنا لمحاربه داء كورونا. اليوم كذلك الاقبال على المحطه تاع التلقيح اللي ربما راكم زرتوا عدد منها تبين كذلك بانه كاين واحد الاستجابه جيده جدا ديال الساكنه تاع مدينه مراكش للنداء ديال المساهمه في الحمله الوطنيه للتلقيح. ولكن رغم ذلك تنزيد ناكد على هذاك النداء وتنزيد نطلب من الناس اللي هما تعذر عليهم باش يجيو في الايام الاولى بانهم يلتحقوا بالمراكز ديال التلقيح اللي وضعتها السلطات رهن الاشاره ديالهم، وباش نعاود ناكد بانه هذا اللقاح مجاني تنفيذا للتعليمات ديال صاحب الجلاله، وبانه جميع الظروف مواتيه باش الناس يستافدوا، وبانه كاين واحد يعني واحد التنظيم اللي هو محكم وغادي يسهل عليهم الاستفاده، دون ان ننسى بانه الناس يستافدوا من الجرعه الاولى هذا امر جيد، ولكن خصنا ما ننساوش بانه باش نحققوا المناعه راه خصنا الجرعه الثانيه، وهذا هو الشيء يعني الوسيله الوحيده والوسيله الامنه باش ان شاء الله نخرجوا من الجائحه. وبطبيعه الحال دابا كاين تطور ديال السلالات جديده ديال الكورونا على المستوى العالمي، كاين تهديد يعني الحقيقي ديال هاد السلالات الجديده، داكشي علاش بلادنا مازال تتعمل بالاجراءات الاحترازيه، مازال كنوصيو بنفس الاجراءات اللي هما ببساطه احترام ديال التباعد الجسدي اللي هو وضع الكمامه والنظافه ديال اليدين والاستشاره الصحيه متى ظهرت بعض العلامات. اللقاح والاجراءات الاحترازيه ان شاء الله غادي يمكننا من تجاوز هذه المرحله الصعبه. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.